يوما ما سينتهي كل ذلك، ستنتهي الحرب التي ستنهي كل الحروب بانتصار طرف أو آخر، ستصدأ المدافع وسينمو العشب، ولن يبقى أي شيء من هذا. ستداوي الأرض نفسها كما يفعل كل شيء في النهاية. سنكون قد رحلنا عندئذ، ولكن ربما لن ننسى. وإن تذكر التاريخ واحداً في الألف منا فقط، فسيمتلئ المستقبل بقصص عنا وعما فعلنا. كيف كنا نعيش؟ كيف حاربنا؟ وكيف متنا؟ وعندما تنتهي الحرب وتضع أوزارها، سوف يتذكرون من نحن. ولكن إلى أن يأتي ذلك اليوم، سوف نصمد. سنواجه الموت بشجاعة، وسوف نقاتل.